عايزين بقى في البدايه نعرف منك رمضان بالنسبه للنجم بيومي فؤاد بيمثل ايه؟ طقوسك الرمضانيه ايه؟ وخصوصا لو كنت خلاص خلصت اي التزامات ليها علاقه بالتصوير قبل رمضان. لو افترضنا ان في رمضان رايق كده ما فيهوش شغل، خلصت كل الشغل قبلها، من ساعه ما اشتغلت في الميديا، انا اسف ان قطعت حضرتك، من ساعه ما اشتغلت في الميديا عمره ما حصل خالص ان رمضان جه واحنا ما عمره ما شاء الله حاجه حلوه يعني. لا هو اكيد كان هيبقى احلى يا استاذه لو رمضان قعدوا مع عيالي يعني، او رمضان بفطر في البيت. بس ده حلو برضو حضرتك موجود ومتواجد كل رمضان مع الناس بتحبك، دي حاجه طبعا جميله. الحمد لله رب العالمين. فما حصلش خالص يا استاذ كريم والله في اللي فاتت خالص، انما رمضان بالنسبه لي والله اقسم بالله فعلا بتمنى ان السنه كلها تكون رمضان، لانه هو الشهر الوحيد اللي فعلا بيجمع صحيح. والشهر الوحيد احساس الواحد انه ما فيش حد ممكن يدعي في الدنيا مهما كان وصلت درجة انه ما عندوش او ما هوش او الكلام ده، انه يبقى جعان او انه ما عندوش او الكلام ده. فالواحد مرتاح نفسيا جدا يعني، انه الحمد لله كل الناس مبسوطة وكل الناس، وشهر كريم وفضيل زي ما يتقال يعني. وده الشهر اللي بنتجمع فيه كأسرة، بنجمع فيه كأصحاب، بنجمع فيه كشلة، بنجمع فيه يعني، ده يعني الشهر الوحيد اللي ما ينفعش ابقى انا باكل في وقت وغيري بياكل في وقت والكلام ده، كلنا بناكل في وقت واحد. انا بتفق مع حضرتك جدا، دي يمكن من المميزات بتاعت شهر رمضان.